احنا دلوقتي في فترة يمكن الواحد مشدود فيها نفسيا جدا بسبب خلاص الامتحانات الميد يير قربت والترم، فكل واحد طبعا في لسه وراه حاجات كتير مخلصهاش، ولسه اللي وراه حاجات صغيرة واللي ما وراهوش حاجة خالص، وفي ناس ما عملتش أي حاجة خالص. طبعا دلوقتي الناس مستنية ومعتمدة حتى أمل 100% تقريبا على الكلام اللي هنقوله ده، بس ده طبعا أكيد يعني جزء منه كده، والجزء التاني ما محتاج شوية مجهود منكم بقى معانا كده، فنركز بقى مع بعض كده وإن شاء الله إن شاء الله نطلع بأحسن فايدة وبأحسن تقدير في آخر في الترم ده إن شاء الله. ركز مع بعض. لما جينا على الجروب عندكم عملنا استفتاء وجينا قلنا الناس إيه الحاجات اللي محتاجاها مننا وإيه الحاجات الصعبة قدامها وإيه الحاجات اللي عايزاها عشان خاطر تعرف تجيب تقدير وعشان خاطر تعرف تعدي من الترم ده كويس ومبسوطين، والله ده كان السبب بتاعنا. لما جينا بصينا على ردود الناس لقينا الآتي: تقريبا كله كان بيدور حوالين نفس الحاجة يعني بس بألفاظ مختلفة. لقينا أول حاجة هالة بدوي كانت بتقول: يا ريت مثلا نعمل بوست لكل مادة بالحاجات الأهم ثم الأقل أهمية. تمام جدا، ده هنعمله دلوقتي بس مش في بوست، هنعمله في الفيديو ده. ابتسام عمر كانت بتقول: ازاي نقدر نلم المواد نحدد المهم في كل مادة هي هي. ريم محي برضو: ازاي نلم الحاجات اللي ما اتفتحتش دي ونظام امتحانات الترم الأول، برضو هنتكلم عن كل امتحان لوحده. ازاي نقدر نلم المواد سندس بقى، ازاي نلم المواد بس على اساس امتحانات ام سي كيو. يعني قصدها ان اكيد اكيد طبعا احنا بنذاكر الامتحان على حسب نظام الامتحان، اذا كان ريتن او ام سي كيو بنذاكر على حسب نظام الامتحان ده، هنقول برضو ازاي دلوقتي. طبعا احمد محمد متولي وحش في ناس لسه مكتشفه انها فول اتوب، ربنا معاك. ريم محي برضو بتسأل: طيب حاجة بقى معلش تاني، فيسيولوجي في النيرف المصري الكارديو فاسكول تقريبا اتكلمت في المحاضرة غير في كتاب الأزهر غير. تمام جدا، ده أكيد واحنا عارفين المشكلة ده، هنقول برضو ازاي نحلها. رضوى ممدوح: ازاي اقدر ألم الانترودكشن فيسيولوجي والبيزوس اناتومي. ماشي. عصام عيد عاوز نصيحة أو أي حاجة يعملها بحيث إنه يلم المنهج مع إنه في شباتر كتير مش ما فتحهاش. طيب قول الحمد لله إنك فتح شوية. محمد عمر قايل: ازاي اقدر اجيب في الدفعة اكمل في الدفعة مع انه ما فتحش مواد مش شباتر. ربنا معاك يا محمد، برضه هنشوف مع بعض. برضه هلا كانت بتسأل: المواد الام سي كيو مواد الريتم هنقولها. فيسيولوجي سارة الشريف تقول: عايزين سجلات تكون ماشية مع الكتاب. ماشي يا سارة. محمود مصطفى: اي حاجة تعدي بيها الترم الاول. برضه طموحات الولاد عالية اوي. ندى مجدي: ايه الاجزاء اللي جاية في كل مادة؟ حس البيزن بريولوجي الكلام ده كله. تمام جدا خلاص اوكي، وكل مادة ما فتحوش ما عدا الهيستو في اجزاء منه قليلة بس المهم ازاي. طيب اوكي ركز مع بعض بقى ونسمي الله. قبل ما اتكلم بس في المواد، في شوية حاجات لازم نكون عارفينها ولازم تسمعوني وتركزوا فيها اكتر من كلامي عن المواد نفسها. انا مش هتكلم كتير عشان خاطر الوقت ده، بس هو الفكرة كلها في حاجات هنركز عليها. نشوف اول حاجة رقم واحد حاجة اسمها اليقين بالله، حسن الظن بالله. هي الفكرة كلها مش محاضرة دينية ولا حاجة قد ما انا هنتكلم بس عن حاجات لازم تظبط نفسية الواحد عشان يستعد للامتحانات. لازم يكون عندك يقين بربنا انه انا متأخر دلوقتي. ما تفضلش تيأس في نفسك: يا عم انا مش هلحق اذاكر مش هلحق اعمل، وتبدأ تسيب الدنيا كده خلاص تبوظ منك. لا، خلي عندك يقين حتى لو الامتحان بكرة ان اي كلمة هتذاكرها ممكن ربنا سبحانه وتعالى يكون كاتب لك فيها التوفيق. خد الاسباب وكمل، حتى لو هتبدأ متأخر حتى لو هتبدأ متأخر ايه المشكلة، بس اهم حاجة انك تبدأ. ابدأ دلوقتي قدامك فرصة. يبقى اول حاجة يكون عندنا حسن ظن بالله، حسن ظن يقين كبير جدا بربنا انه هيوفقنا مهما كنت بادئ متأخر او بادئ. تمام. الحاجة التانية الخوف لدرجة الرعب. ما تبقاش خايف قوي من نظام الامتحانات ويا لهوي امتحانات قربت، لا هسقط، طب يبقى شكلي وحش وانا دكتور الكلام ده كله. لا لا خالص، هنشوف احنا هنتعامل مع الموضوع ده ازاي دلوقتي. حاول الخوف ده احنا دايما تخلي الحاجة الوحيدة اللي بتخاف منها هي خوف من ربنا، غير كده لا طبعا. يعني ايه امتحان ده اللي انا خايف منه؟ يعني ده امتحان دنيا مش حاجة يعني. تمام. وكده كده اقول لك مش لازم تخاف دلوقتي ليه. الحاجة رقم ثلاثة علاقتك بربنا، دي حاجات مهمة جدا. خليك مع ربنا دايما مش وقت الامتحانات بس، يعني خلي حتى الامتحانات دي فرصة انها تبدأ تقربك من ربنا وتبدأ تكمل بعدها. يعني خليها حاجة حلوة كده حتى ربنا تلاقيها، هتلاقي يعني فتحها في وشك كده دايما. تمام. فياريت ناخد بالنا من النقطة دي، احنا أكيد كلنا عارفينها بس من باب بقى وذاكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. طيب الحاجة الرابعة واللي قبل الأخيرة، وأنت بتذاكر دلوقتي في الفترة دي أوعى تبص لغيرك.
هتبص لغيرك تلاقي نفسك مشغول بيه طول الوقت، هو ده بيذاكر، طب انا هلحقه، طب يا لهوي هيجيب اعلى مني خالص. ما تفكرش كده نهائي، خليك فكر في نفسك وفكر في تقديرك انت وبس، اتعامل على اساس انك واحد بس في الكليه مش في الدفعه. تمام. تمام جدا. الحاجه الخامسه والاخيره بالنسبه بقى للامتحانات اللي بتمتحنوها في الكليه دلوقتي مبوظه نفسيتكم حبيبي يا بابا، انت هو ده مش اخر امتحان هتمتحنوه، ودي مش نهايه الدنيا، دي بالعكس احنا هنفضل من بدايه واحنا صغيرين، بعد كده نكبر، بعد كده نكبر لحد ما نموت هنفضل نمتحن كل ده. اكيد مش هينفع اقعد اكتئب كل امتحان ده، يا ريت نركز في الموضوع ده شويه، يا ريت نخلي نفسيتنا اعلى اعقل من كده شويه، ده مجرد امتحان. وانا بقول مليون مره ملوش درجات، الدرجه والدرجتين انتوا خايفين عليهم دول مش حاجه، مش مهمين دلوقتي خالص، مش دول اللي احنا عايزين نحط لهم اهميه. طيب نركز بقى في الكلام المفيد اللي جاي مع بعض، سمي الله وصلوا على النبي كده، بسم الله. لو جينا طبعا الفترة اللي جاية دي هيبقى فيه اكزامس، مش اكزام واحد بس هيبهدلنا، ان شاء الله مش هنتبهدل ولا حاجة، نركز مع بعض. يلا تعالوا نبدأ نشوف، بس هنبدأ قبل ما نتكلم عن كل مادة لوحدها اعرف انا ازاي اذاكر الفترة دي اصلا، اذاكر ازاي. دايما لما نذاكر ذاكر كمي مش وقتي. يعني ايه كمي مش وقتي؟ يعني ما تقولش انا النهارده دلوقتي هذاكر والله لمده ساعتين هذاكر فيسيولوجيا، بعد كده لمده ساعه هيستولوجي، بعد كده الصبح ان شاء الله هذاكر اول ساعتين اناتومي والساعه اللي بعدها بايو. لا خالص، اوعى تربط المذاكره بوقت، خلي دايما المذاكره مرتبطه بالكميه اللي هذاكرها. يعني قول النهارده هذاكر مثلا وليكن في الفيسيولوجي هذاكر مثلا نص البلد وليكن لحد مثلا الار بي سيز، قول مثلا هذاكر النهارده شابتر النيرف، قول هذاكر الكميه بحيث ان النهارده ما هيعديش الا لما اكون مخلص الكميه بتاعتك دي. تمام كده. اوكي طيب ده بالنسبه لاول حاجه، وقتها هتكون انت مجبر انك تخلص الكميه، مش هيجيلك نوم اصلا ما تخلصها، لانك لو نمت ولسه ما خلصتهاش رحت اليوم اللي بعده تحس بتقصير جامد، تانيب ضمير، هتحرم تعملها بعد كده. دايما اربط مذاكرتك انك تذاكر كميه مش بالوقت. طيب اوكي. الحاجه الثانيه امتحانات يا جماعة، امتحانات احنا دلوقتي بنركز على امتحانات الترم مش امتحانات المحاضرة. يعني انا عايز اقول الكلمة دي ليه، حط نفسك الفترة دي دلوقتي خلاص بقى اقل من شهر على الامتحان او شهر ان شاء الله. هو دلوقتي ناس تقريبا مش مذاكرة حاجة، وفي ناس مذاكرة نص ونص وناس مش مذاكرة خالص، ايا كان انت حالتك ايه فيهم، ابدأ اعمل لنفسك دلوقتي جدول مذاكرة. يا دكتور بيفشل معايا ما بعرفش انا امشي عليه، معلش حاول دايما، اللي احنا عشان مش متعودين نمشي بجداول المذاكره وفي حاجات بتحصل بتبوظها لنا، اقرب حاجه ممكن تبوظ لنا جداول المذاكره دلوقتي ظهور امتحان مفاجئ كده في المحاضره عامل زي الخازوق، هوب علينا امتحان مش عارف بايو على امتحان استو، خلاص ناس تسيب الجدول المذاكره بتاعته تبدا تتجه لمذاكره الامتحان بس. انا بقول لك دلوقتي سيب اي امتحانات في المحاضرات، مش بقول لك ما تحضرهاش، احضرها يا عم واكتب اي حاجه بس ما تبوظش الجدول بتاعك. امتحانات المحاضرات دي هتلاقي مش عليها اي درجات مقارنه باللي احنا هنشوفه دلوقتي. تمام. فركز في امتحانات الترم، ابوس ايديكم. تمام. طيب تعالوا نبدا نبص لكل ماده. الماده الاولى الاناتومي، ماله الاناتومي ده بقى؟ الاناتومي احنا هنتكلم في كل ماده كل حاجه بتخصها في بالنسبه لامتحانات الميدير او امتحانات نص السنه. اول حاجه عايز اعرف شكل الامتحان والدرجات اللي عليه قد ايه، ايه اللي بيدخل في الامتحان من البرانشات اللي علينا، اذاكر للماده دي ازاي في الفتره دي بحيث ان اعرف اجيب فيها تقدير كويس. اول حاجه شكل الامتحان ودرجاته، الامتحان مش مشكله ومش حاجه مالجنه، مش حاجه واو زي ما الناس فاكره، بالعكس امتحان الاناتومي بيجي بحاجه بسيطه جدا، ومن اسامي المتعارف في الكليه عندنا اسم الاناتومي، دكتوره مها من الدكاتره محترمين جدا بتبقى كويسه جدا في امتحاناتها. شكل الامتحان عندنا بيتقسم حاجتين، جزء من اسئله ريتن وشويه اسئله ام سي كيو. الاول لحد السنه بتاعتنا كانوا بيجيبوا 5 اسئله ريتن، كل سؤال بثلاث درجات، 5 في 3 ب 15، وكانوا بيجيبوا 20 ام سي كيو، كل واحد بدرجه بيبقى 20 درجه، و15 35 درجه. هو الامتحان عموما عليه 35 درجه، وانتوا امتحنتوا على 5 درجات العمل يبقى 40. ال 35 دي السنه اللي بعدها، ودلوقتي بدات تتكرر النظام ده، بدا يحطوا 15 سؤال ام سي كيو مش 20، يعني 15 درجه. طب والخمسه اللي باقيين بيتوزع كل درجه على زياده على الاسئله الريتن، يعني بدل ما سؤال الريتن بقى 3 بقى ب 4 درجات. فنحاول ما نضيعش درجات الاسئله الريتن مننا كويس. ده بالنسبه لشكل الامتحان. طيب قال لي شكل الامتحان ده بيبقى عباره عن ايه، كل اللي فيها الخمس اسئله ريتن دول والله اللي هم 5، واحنا واخدين سوركس بيجيبوا سؤالين ابر، واحد سوركس واحد بيزس واحد امبريولوجي. طب لو احنا مش واخدين سوركس بيجيبوا 3 ابر، واحد بيزس واحد امبريولوجي. طيب
الفكرة كلها في أسئلة الأبر، إيه اللي بيجي فيها حاجة تبقى بسيطة جدا، ممكن يجيب لك المصل ده، لازم سؤال يجي بيجيب لك مصل محترمة كده من المصلز الكبيرة، يتكلم عن الأورجن، السيرشن، نيرف سبلاي والأكشن. أه دي حاجة ممكن لو من بعض العضلات الكبيرة اللي ليها ريليشنز تحفظها، ملهاش خلاص يبقى خير وبركة. ده من ضمن الأسئلة. يجي مثلا سؤال يقول لك النيرف ده لو اتصاب إيه اللي بيبدأ يحصل فيه، قول لي الكورس بتاع النيرف، قول لي البرانشات بتاع الأرتري الفلاني، وهكذا. دي شكل أسئلة الأبر. طيب اللي بيدخل في الامتحان معانا في الترم الأول إيه؟ بيدخل معانا طبعا أكيد الأبر، بيدخل معانا جزء من السوركس، وده أحسن لكم إنكم تختاروه، لأن لو اتساب إن يتسأل أكتر من سؤالين في الأبر بيبدأ، لا الدكتورة بتبدأ تصعب في الأسئلة كويس جدا، فسؤال السوركس بحاجة مضمونة جدا، هو أصلا بيبقى سهل وبيتكرر كتير قوي من الامتحانات اللي فاتت. يبقى كده اكيد الابر وشويه من السوركس، ومعانا بعد كده البيزس والامبريولوجي، هو ده الجزء بتاعنا. طبعا البيزس مش كله امبريولوجي، مش كل حد منتو اخته، ده كده اللي بيدخل في الامتحان. تعالوا نعرف ازاي نذاكر لكل ده. تعالوا نعرف، احنا معانا في اول حاجه لو جينا احنا عندنا جزئين من الاسئله، عندنا شويه اسئله ام سي كيو وعندنا شويه اسئله الريتن. شويه الاسئله الريتن دي اعمل فيها ايه؟ رقم واحد قبل ما تذاكر اي حاجه، هات مذاكره الامتحانات بتاع بناء، حاجه دي بتعتبر بالنسبه لنا طالب طب في ايام حاجه جوهره طبعا، لانه بيكرر منها اسئله كتير جدا. هجيب اسئله الامتحانات، هتجيب بقى فيها قبل امتحانات الميدير، في عندك بتقسم الاسئله كوليكشن بتاع امتحانات الميدير، وبعد كده امتحانات الامتحان على بعض، وبعد كده كوليكشن على اسئله الفاينل، وبعد كده اسئله الفاينل امتحانات كلها على بعض. هات الكوليكشن بتاع الميدير وابدا مثلا هذاكر دلوقتي ابر، هذاكر ايه وليكن هذاكر الارم، ابدا بص على الاسئله بتاع الارم اللي جت في الامتحانات، تلاقيهم مثلا بتاع خمس ست اسئله ما جاش غيرهم ومش هيجي غيرهم، لان ده حاجه اللي الدكتور عايزك تطلع بيها في الاخر. والله بصيت على الاسئله دي، طيب اكتبها كده في ورقه وطلعها على جنب، وابدا بقى ذاكر الارم مثلا. وانت بتذاكر الارم افضل اقرا بسرعه وذاكر بسرعه، وابدا ذاكر على جسمك. الاناتومي يا جماعه يبدا يتشاور على الجسم، ولو عرفت تخطط وتلون على جسمك يعني مش هيفتكروك عبيط، ما تقلقش يفتكروك عبيط مش مشكله، بس اهم حاجه نعدي. تمام، ابدا بص على ايديك، ما تحاولش تحفظ وخلاص، خد اكشن في المذاكره بتاعك، حاول تتحرك وتبدا تحرك نفسك كده عشان ما تنامش، وعشان تعرف تثبت. دايما دخول المعلومه لمخك مش حاجه سهله، وحاجه سهله في نفس الوقت، يعني سهله ومش سهله. والله هو مش سهله للي متعود على نظام ثانوي ولازم احفظ واسمع الناس الحته دي كذا مره، دايما لو حاولنا نذاكر الموضوع ده هنلاقي نفسنا بننسى، لان كان عندنا كبير جدا، فما ينفعش الطريقه دي معاه نهائي. طب اعمل ايه يا دكتور؟ والله بكل بساطه خالص، حاول تدخل المعلومه بالطريقه اللي بيحبها مخك. مخك بيحب الصور، بيحب الاكشن، بيحب الحركات، لو دخلت له المعلومه في صوره الحاجات دي هيحفظها مش هينساها. انت ليه بتحفظ اغنيه؟ ليه بتحفظ مثلا مسلسل قلشه من فيلم؟ عشان خاطر الحاجه اللي دخلت في مخك بالصوره اللي مخك عايزاها. يبقى اذا حاول انت بتذاكر المصلز مثلا، والله ارسم المصل يا عم، ارسم كده العظم مثلا بتاع الهيمرس، ارسم يا عم ولا حتى حاجه مستطيله كده وصل ما بينها العضله بتاعتك، وارسم ولون الحاجات دي مخك يحفظها. يا عم انا فاضي، ايه اللي انت بتقوله ده؟ والله 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 مذاكره الاناتومي ده الحل السليم فيها، انك تعرف ترسم او انك ترسم. يا عم مش لازم زي الحقيقه، مش لازم زي الكتاب، بس ارسم حتى لو حاجه تفكرك بس. ده بالنسبه للاسئله الريتن. حاول بقى تبدا تبص على اسئله الامتحانات دي رقم واحد، بعد كده تيجي تذاكر. وانت بتذاكر بتحاول تبدا ايه؟ بتقرا كله مع فهم، تقرا مع فهم، تقرا مع فهم. بس تيجي عند الحاجات بقى اللي كان متسال فيها قبل كده في اسئله الامتحانات، وتبدا تسترس عليها جامد بقى وتحفظها وتسمعها كذا مره، هتلاقي نفسك انت ضمنت كده اسئله الايه؟ اسئله البيزس، اسئله الابر بتاعتك. طيب ده بالنسبه للايه؟ الاسئله بتاع الابر بتاع الريتن. اسئله البيز يا جماعه من الاسئله المضمونه جدا جدا جدا. ليه بقى؟ ببساطه خالص، احنا بتيجوا لحد كده ما انتوا واقفين، الدكتوره مش عايزه تطلعوا من الكتاب ده كله اصلا، الكتاب ده مش مهم خالص، يعني احنا بنجيب منه سؤال بس الحاجه اللي احنا عايزين نطلع منها من الكتاب ده. هو السؤال ده بيتكرر، سؤال ماشي بيتكرر، يعني عندنا خمس اسئله بيتكرر منهم كل سنه واحد. انت هتجيب برضه سؤال مذاكره الامتحانات وتبص على الاسئله اللي عندك، خلاص تمام. وبعد ما بصيت عليها ابدا بقى هات الاجابات الاسئله دي من الكتاب وابدا احفظها، هات او احفظها، مش عايزك يا عم تحفظ غيرها. بعد ما يبقى عندك وقت فاضي اقرا اللي باقي، ما عندكش بقى هم دول اللي معاك، اوكي؟ عشان تضمن اسئله النظري احفظ اسئله الامتحانات. طب بالنسبه للامبريولوجي نفس النظام، وكده كده اللي بيذاكر من الاول كان بيسمع دكتور شريف فهمي هيبقى مستريح جدا، يبقى فاهم خالص. طب انا مش فاهم ولا عامل اي حاجه، عادي جدا، انا كنت كده. انا شخصيا من الناس اللي دخلت في سنه اولى برضه امتحان الاناتومي مش مذاكر امبريولوجي خالص، وكنت داخل باسئله الامتحانات الحمد لله جاي منها، هو دايما بيتكرر منها اصلا. تمام اوكي. ونفتكر برضو يعني اللي بيفكر في الوقت ده انه عايز يعمل اي حاجه في الماده، احنا بنتكلم عن الناس اللي هي ضايعه في الماده خلاص. طيب مش ضايعه كده، هيبقى مذاكر فاكيد مش هيبقى مزنوق الزنقه دي.
لو انت ضايع والله لا ابدا اعمل زي ما انا بقول لك، لو فاض وقت ابدا خد الحاجات الزياده، ما فاضش يبقى لا خلاص يبقى ده اللي قدامي دلوقتي وباخد بالاسباب. طيب ده بالنسبه للمذاكره للريتن بتاع الاناتومي. المذاكره بقى الام سي كيو اعمل ايه؟ والله هو على ايامنا كانوا بيجيبوا مذكره الكتاب السيلف اسسمنت اللي معاكوا ده، كنا بنحفظ الاسئله بالنص كده باجاباتها، كنا مثلا نقرا السؤال، كنا قبل ما نحفظ الاسئله بالاجابات كنا نجيب مثلا الشابتر الفرنش بتاع الابر ونبدا نجيب السؤال رقم واحد ونبص على الاجابات ونبدا نعلمها كلها من غير ما ايه ما نكون لسه مذاكرين، وبعد كده نيجي حافظينها كلها حفظ، نقرا السؤال والاجابه بس ما نقراش كل اختيارات، السؤال والاجابه بس، وسمعنا نفسنا كذا مره كنا بنروح نلاقي الاسئله بالنص. على حد ما عرفتي كده انه الموضوع ده بدا يتغير، ما بقاش كل الاسئله بتيجي من الـ الكتاب، فاحنا برضو احنا في فتره مزنوقين احنا عايزين نلم اللي نقدر عليه من الدرجات، فانت ما قدامكش الحل ده تعمله، هتجيب برضو الكتاب واللي انت مذاكره اللي انت مذاكر فيه تحاول تحله كل شويه. طب مش مذاكر؟ لا ما تدخلش بقى الامتحان الا لما تكون حافظ الكتاب، حافظ الكتاب وكلهم 200 جمله اصلا على الابر وشويه مثلا 50 جمله على البيزس زيهم على الامبريولوجي وخلاص الدنيا بتبقى سهله زي الفل. وعلى فكره الحفظ مش صعب يعني زي ما انتوا هتبقوا متصورين، احنا كنا برضو فاكرين كده ايه يا عم احفظ من غير ما اكون فاهم، لا 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 بتبقى بسيطه جدا، معلش انت هتطلع دكتور وكده بس دي فتره انت عايز تجيب فيها تقدير فاحفظ يا عم الحاجات دي. تمام كده يبقى الاناتومي هنقسم الاسئله بتاعتنا البيز للريتن والام سي كيو. الام سي كيو هنبدا ناخد بالنا من السيلف اسسمنت كويس، وبالنسبه للريتن بقى لا بنبدا نبص على اسئله الامتحانات الاول وبعد كده بنذاكر النظري. تمام، واحنا بنذاكر النظري بنتك ونبدا نستريس جدا 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 على اسئله الامتحانات. تمام كده. طيب بالنسبه للماده الثانيه واللي عامله عقده كتير قوي للطلبه البايوكيمستري، الكيمياء. البايوكيمستري مالها بقى؟ من الحاجات اللي شخصيا ما بحبهاش بس لو ذاكرت من الاول هتستريح فيها. تعال نبص كده برضه نفس النظام، عايزين نعرف الامتحان ده بيجي ازاي، ايه اللي بيدخل في الامتحان واذاكر له ازاي. الامتحان ده ب 20 درجه. 20 درجه متقسمه ازاي؟ هو شكل الامتحان مش ثابت، يعني مره يجيب كده اول سؤالين حاجه اسمها دايجراماتيكال الستريت، يعني نكتب نرسم دايجرام والبيانات اللي عليه، وده سؤال بيبقى حلو اصلا يعني هو عدد الدايجرامات اللي عندكم يعني مش عايز اقول قليله مش عايز اقول كتير لحد ما يعني الدايجرامات بتبقى اسهل من حفظ النظر، فهذا السؤال بيبقى مضمون وبيجيب شوية أسئلة منشن ولكن 5 6 أسئلة، وبعد كده بيجيب سؤال on biochemical base explain أو give an account. ده شكل الامتحان بتاعنا بيبقى بكام؟ ب 20 درجة. توزيع ال 20 طبعا بتختلف من كل سنة للسنة، بس دول شكل الأسئلة اللي بيجوا منشن on biochemical base explain و give an account و diagrammatical illustrate. طيب ال 20 درجة دول بنبدأ نعمل فيهم ايه؟ ايه اللي بيدخل اول في الامتحان؟ طبعا بيدخل معاكم الانترودكشن، معاكم الكربوهيدرات واللايبلز والامينو اسيدز والبروتينز بقى لحد ما انتوا ايه وقفتوا حد الهيموبروتين. المفروض اذاكر البايو ازاي؟ طبعا الناس اللي لسه هتبدا مذاكره او الناس اللي كانت مذاكره قبل كده، في المفروض في الداتا معاكم او مش موجوده نديها لكم في تسجيلات مراجعه لدكتور عباس. تسجيلات المراجعه دي انا بفضل اركز معاها جدا 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 وابدا اجيب الكتاب واعلم الحاجات اللي يبدا يقولها الدكتور واحاول اركز قوي. طيب انا ابدا اعمل ايه برضو وانت بتذاكر؟ قبل ما تذاكر الشابتر الفلاني هات اسئله الامتحانات وبص عليها، طلع اسئله الشابتر اللي انت بتذاكره في ورقه وانت بتذاكر بتبدا تذاكر كله، بس بتحفظ بس اللي انت ايه شايفه. تمام كده. طبعا لحد السنه بتاعتنا كان الدكتور بيكرر الامتحانات وكده، بس بدا بعد كده ما يكررش الموضوع ده لانه عارف ان لما بيكرر الطلبه بتحفظ الامتحانات وبتسيب الماده، بس على الأقل على الأقل نظام الامتحان لازم يجيب سؤال يعني مجموعة من الدرجات معينة، هو ده النمط بتاع أي دكتور بيحط امتحان لازم يجيب مجموعة من الأسئلة من الامتحانات اللي فاتت، فده لازم يعمله. تمام. طب ما عملوش كده، كده أنا قارئ المنهج وابدأ اعتمد على دماغك وأنت في الامتحان. يعني أنا دلوقتي والله أنا موجود في اللجنة بتاع الامتحان وفوجئت بسؤال كده مش فاكره أو ما أخدتوش أو ما ذاكرتوش أو اعمل ايه؟ اشد في شعري بقى واتنرفز وعيط واسيب اللجنه والورقه والكلام ده كله؟ لا خالص مش مستاهله. كل اللي فيها انك تحاول تسيطر على الاعصاب، سيطره الاعصاب دي اهم جزء في الايه في اللمه دي كلها. ابدا والله اعتمد على دماغك، انت دكتور كبير والمفروض بدات تفكر، ابدا هات اي حاجه قريبه من المعلومه اللي قدامك في الامتحان دي وهات اي حاجه قريبه منها وابدا احل بيها. والله ساعات بتطلع صح ما تبقاش عارف اصلا. تمام، فحاول تسيطر على نفسك في اللجنه وتحاول تكتب اي حاجه ما تسيبش سؤال فاضي. تمام، بس كده احنا دايما بنعتمد على التاليف، يعني طالب الطب ما هو الا شويه بيالف. فبالنسبه للبايو
يعني مش هعرف فيد فيه 100%، بس اللي اقدر اقوله وانت بتذاكر بص على سيره الامتحانات واسمع تسجيلات المراجعه بتاع دكتور عباس، غير كده مفيش. لو الناس مش مستريحه في التسجيلات مثلا، مش متعوده تسمع تسجيلات او بتنام في نص التسجيل، طبعا مفيش، نقدرش نقول دكتور عباس وحش، ده حلو جدا، بس هي بتنام من التسجيلات عشان مفيش صوره. في على موقع فرسان الازهر في تسجيلات لدكتور اسمه دكتور انس، دي فيديوهات وبيشرح كده على ورق والدنيا كويسه جدا، ولو الناس عايزاها بتبدا تدخل على الويب سايت، هنحط لكم برده مع الفيديو ده. طيب ده بالنسبة للبايوكيمستري، قلت حل 3 حاجات، بص على أسئلة الامتحانات، نبدأ نسمع تسجيلات المراجعة بتاع دكتور عباس أو نسمع تسجيلات دكتور أنس. طيب بعد كده بالنسبة للمادة اللي بعد كده، هيستولوجي. الهيستولوجي مالها بقى؟ الهيستولوجي من الامتحان بتاعها بيبقى ب20 درجة، شكل الامتحان عامل زي كله ام سي كيو، دي فضلة ونعم من عند ربنا، فضل فعلا نعم من عند ربنا ان امتحان ام سي كيو بس. في ناس بتتضايق من ام سي كيو عشان خاطر الاجابه يا صح يا غلط، وانا يا عم في الريتم بكتب احسن علة، وكتبت اي حاجه اخد عليها درجه، بس مذاكره الام سي كيو احسن، ما بتطلبش منك الحفظ الرهيب اللي انت بتبدا تاخده ده. بص معايا، ركز مع بعض جدا، ال 20 درجه دول بيتوزعوا على انك عندك 40 جمله ام سي كيو، وال 40 جمله ام سي كيو دول كل واحده عليها نص درجه، هتلاقي ب 20 درجه في الاخر. طيب الامتحان بيجي لحد فين؟ المفروض يدخل معاك الشابتر الاول، شابتر رقم 2، شابتر 1 الانترودكشن، ده مش بيدخل، بيدخل معاك شابتر السيتولوجي والسيتوجينيتكس والابيثيليال تيشو والكونكتيف تيشو، معاك الجزء بتاع السوفت والبون طبعا، بتاع الكارتلج والبون. الامتحان اذاكر له ازاي؟ الهيستولوجي طبعا انتوا عندكم بتاع الترم الاول، والله بسيط جدا، دايما بص للحاجه بمنظور من فوق كده، بص لها بشكل جنرال عام كده، وابدا بص عليها، تلاقي الدنيا بدات تبقى ايه، سهله معاك، ما تعقدش الامور، خد الامور ببساطه وربنا هيفتحها قدامك. اذاكر الاستولوجي ازاي؟ اول شابتر ده انا في طريقته في المذاكره قلتها كذا مره وبنبه عليه، اي حد هيذاكره غير كده اي سؤال يجي فيها هيبقى انسان حرين. المذاكرة بتاعة شابتر 2 اللي هو السيتولوجي بتاع علم الخلايا، بنبدأ طبعا انتوا عندكم مليان الشابتر ده حاجة اسمها الكترونيك مايكروسكوب واللايت مايكروسكوب، الصورة بالميكروسكوب الضوئي الالكتروني، في كل واحدة بقى، في الميتوكوندريا، في النيوكليوس، في النيوكليولس، في السيل ميمبرين، في الميتوكوندريا، في الجولجي ابريتس، في كل ده في لي ال ام واي ام. طب انا احفظ ده كله ازاي؟ انا احفظ واحدة اجي احفظ الثانية بس الاولانيين. فانتوا ببساطة كده هات ورق ابيض وابدأ اكتب فيه كده فوق اللايت مايكروسكوب وتحت الالكترون مايكروسكوب، وابدا اعمل مقارنه بين الكل، بحيث انك لما تيجي تذاكر تبقى شايف الايه، الحاجات كلها جنب بعض. المخ دايما بيحب الحاجات اللي فيها كومباريزون او مقارنه، بيبدا يقارنها مع بعض، بيعرف يحفظها بسرعه. حاول تعمل كده، هتلاقي الشابتر ده اتلم معاك. الشابتر رقم 3 اللي هو بتاع السيتوجينيتكس، ده انت واخدينه تقريبا بتاع كنا واخدينه قبل كده في الاحياء اصلا، اللي هو بتاع حل الدوري والكلام ده كله، فهو كلام عبيط خالص بتاع الكروموسومات والحاجات دي. الابيثيليال تيشو بقى او اللي بنسميه النسيج البيطاني، ده من الحاجات اللي ما فيهاش كلام كتير، يعني الاسئله اللي عليها بتبقى اصلا سهله وبتتجاوب سواء هي في الكونكتيف تيشو، كل اللي كان بيلخبط بتاع السيتولوجي. فانت هتجيب دلوقتي شابتر 2 ذاكر نفس طريقه الجدول اللي قلت لك عليها، والشباتر اللي باقيه تقرا الشابتر اكتر من مره، وبعد ما تقرا الشابتر اكتر من مره هات كده في كتاب ام سي كيو المفروض بتاع القصر العيني موجود في مكتبه ابن سينا او الفا، تبدا تروح تجيب الكتاب كل شابتر تذاكره وتحل عليه. طب الحل ده فائدته ايه؟ بص عايز اقول لك حاجه، مفيش ام سي كيو بيتكرر، ده الطبيعي يعني، لان ما ينفعش دكتور يكررك نفس سؤال ام سي كيو الا بقى تبقى حظ انت وحظك، بس احنا بنحل عشان خاطر نتعود على شكل الاسئله او نتعود على الحل، ما تبقاش اول مره في الامتحان هي بتكون بتحلها، تلاقي تحس برهبه رهيبه كده وتيجي تاخد تختار الحاجه تبقى متردد، حته ان انا ببقى حالل قبل كده كتير ده بيمنع التردد بتاعي. تمام. طيب يبقى بالنسبه للهيستولوجي هات الام سي كيو بتاعك، وبعد كده الناس اللي تسمع دكتوره جامي الاول هتكون مستريحه جدا، اللي ما سمعش ما يحاولش يسمع دلوقتي خلاص. الهيستولوجي من حلاوته ان هو لما بيتقرا بيتفهم، بس هو بيبقى محتاج يتحفظ. تحفظ ازاي؟ انك تبدا تعمل تحشيشات وانت بتذاكر، والله تقول مش عارف البتاعه دي تبقى عامله زي كذا وهكذا. تمام. بس اهم حاجه في شابتر 2 تعمل الجدول، لو ما عملتش الجدول مش هتفتكر المعلومات اللي فيه. تمام يا جماعه، الهيستولوجي مش ماده مالجنت ولا حاجه، هو اصلا ماده بتحس انها مفهومه بس تقراها حاجه حاجه، ودايما لما تقرا الحاجه اول مره وتحس انك مش فاهمها اقرا المره الثانيه، تحس ان في كلمه من باراجراف كبير وضحت لك، تحس انك فهمت سنه صغيره، لما تقرا المره الثالثه تلاقي لا نفسك فهمت اكتر، والمره الرابعه كذا لحد ما تلاقي نفسك فهمت خالص، كتر القرايه بتبدا تفهم. والله حد يجرب بس كده يقول النتيجه. المادة اللي بعد كده فيسيولوجي، دي أكتر مادة يعني لحد كبير ممكن أقدر أفيدكم فيها. شكل الامتحان ودرجاته، الامتحان عبارة عن 40 جملة ام سي كيو ب 40 درجة كل واحدة بتقيم بنقطة، طبعا بتتوزع شوية أسئلة عن انتروداكشن، شوية أسئلة عن البلاد، شوية أسئلة عن الاوتونوميك، وشوية أسئلة على
معانا النيرف والمصل وشوية أسئلة على الكارديو فاسكولار، دول اللي بيدخلوا في الامتحان. طبعا الكارديو فاسكولار انتوا المفروض بدأتوا فيه لو في القسم عندكم قالوا لكم الكارديو فاسكولار مش داخل، او دكتور حامد قال مش داخل، لا ما تسمعوش الكلام كده كده. اي حاجة اخدتوها دكتور حامد بيجيب منها، حتى لو هو قال مش داخل، حتى لو قال مش داخل الله ما قدر الله، طالما فيش احنا مجربين بقالنا 3 سنين ودي الرابعة انتوا حرين. طيب الفسيولوجي ده اذاكر له ازاي؟ قسم الدنيا بتاعتك، قسم كده برانش برانش. عندنا اول برانش هو الاوتونوميك. الاوتونوميك نبدا نقسمه ازاي؟ طبعا احنا بنهتم بالاوتونوميك والبلاد والنيرف والمصر والكارديو. الانترودكشن بندي لها اهميه صغيره جدا وهقول لكم ليه. تعال نمسك واحد واحد. الاوتونوميك، الاوتونوميك ده بيتكلم، لما نيجي بص على الشابتر من بعيد كده او من فوق بيتكلم هم حاجتين. بيتكلم عن الانترودكشن، يبدا يتكلم عن السمباثيك والبارا، وبعد كده بدا يتكلم عن الادويه بتاع السمباثيك والبارا. بعد كده السمباثيك والبارا انتروداكشن بتاع الجانجليا دي حاجه عبيطه جدا، في ورقه في المكتبه هتلاقوه باسمي اسلام المنشاوي، هتلاقوه في معمول السمباثيك والبارا في صوره مقارنه، بحيث انك ما تقعدش تحفظ الكلام العادي اللي في الكتاب كتير قوي وحفظه صعب. انا عامله بالشكل اللي انت ينفع تحفظ فيه الام سي كيو، ينفع تحفظ فيه في الريتن، والجدول جميل جدا، ناس كتير بدات تذاكر منه. تمام. طيب بالنسبه للجزء بتاع الادويه، هو بيتطلب شويه حفظ بس، بس بعرف ان الدواء ده سمباثيك ولا بارا، او بعرف ان الدواء ده بيشتغل الفا ولا البيتا، الدواء ده كولينرجيك ولا ادرينرجيك، وهكذا. تعرف الكلام ده بالشكل اللي انت كنت مذاكر بيه تلاقي نفسك بتحل على طول. فانت لما تيجي تقسم مذاكرتك مثلا فيسيولوجي، وليكن يا عم هتديله، المفروض لو هتعمل في الجدول كل يوم ماده، يعني هتذاكر في اليوم ماده واحده، فوليكن مثلا هتدي الفيسيولوجي يا عم 5 ايام. 5 ايام كتير جدا، كفايه قوي. بص بقى يا سيدي، النيرف المفروض بيتذاكر في يوم هو والمصل، يعني النيرف والمصل دول كده في يوم. البلاد بيتقسم على يومين، وبرده الاوتوميك بيتقسم على يومين. ادي كده عندنا 5 ايام، زود يا عم كده يوم ولا يومين من عندك تبقى كريم. الانترودكشن والجزء بتاع الصغير بتاع الكارديو بيتذاكر هو كمان في يوم، يبقى كده 6 او 7 ايام بتوعك. تمام، ما ينفعش تقسمه اقل من كده. بتبدا تذاكر انت في الاوتونوميك، بتذاكره على مرتين، المره الاولى بتذاكر الجزء بتاع السمباثيك والبارا مع الجنجل الانترودكشن، والمره الثانيه بتذاكر الجزء بتاع الكيميكال ترانسميشن اللي هو بتاع الادويه اللي هو الكولينرجيك والادرينرجيك دراجز. تمام. طيب بالنسبه للبلاد برضو بيتقسم على يومين كالاتي، بتذاكر اول مره لحد قبل الانيميا، المره الثانيه من اول الانيميا والبلاد جروب والجزء بتاع الاميونيتي، تذاكروا في مره واحده كده. الجزء النيرف والمصل، من النيرف والمصل بتذاكروا في يوم مع بعض. بعد كده الانترودكشن ده عباره عن 3 شباتر كده، حاجه اسمها النكروزس والابوبتوسس، ده شابتر كده وحاجه سهله جدا ولذيذه والله خالص، ما تقلقوش، وقليل قوي فيك اصلا في الامتحان. اهم حاجه في الانترودكشن الجزء بتاع الاكتيف وي الباسيف ترانسبورت. تمام، ده اهم، بص ده اللي بيتكرر منه الاسئله دايما. الجزء بتاع الكارديو هو بيجي فيه اسئله قليله، وطبعا الجزء اللي بتاخدوه واخدته اصلا قبل كده، ما عدا جزء صغير بيضاف عليك هو الكاردياك سايكل، ده اللي يعتبر جديد عليكم عن الاحياء، وده كده كده حاجات تبقى سهله. طيب الفسيولوجيا ذاكر له ازاي؟ طبعا في ناس كانت بتاخد كورس ماشي من الاول فالدنيا معاها مظبوطه، وناس ما كانتش بتاخد وبتذاكر برضو، تسمع تسجيلات دكتور ناجي او اي حد، وبرضو كانت الدنيا ماشيه معاها، بس في ناس ما كانتش عارفه تمشي مع التسجيلات عشان ده مش عصر عيني، واحنا الكتب عندنا ازهر، كانت المشكله دي. انا والله بعتذر جدا ما عرفتش اكمل التسجيلات بتاع الفسيولوجي، ده غصب عني يعني، اتزنقنا في الدراسة جامد، مش عارف الحق اعملها كلها قبل الامتحانات بتاعتكم ولا لا، بس على الاقل اختاروا الشباتر الصعبة بالنسبة لكم واسجلها لكم. تمام، بحيث انها تبقى معاكم قبل الامتحانات. ابدأ اقرأ تفريغات، اعمل اي حاجة، المهم الفسيولوجي امتحان ام سي كيو، فانا مش هفضل احفظ واهري كتير جدا، انا بذاكر مذاكره ام سي كيو. مذاكره ام سي كيو يعني ايه؟ اقرا بتاع كذا مره وابدا اشوف نفسي فاهم المحتوى ولا لا. تمام، وبعد ما تقرا انت عندك دلوقتي سورسات لازم تحل منها. كتاب الاسم بتاع ام سي كيو ده لازم يتحل بتاع دكتور حامد، لازم بيتكرر منه بعض الاسئله. عندك بقى لو عايز تمرن نفسك على اسئله كتير، عندك كتاب دكتور مها جمال في مكتبه المسينه، وكتاب دكتور حسن عيسى، ده كلها كتب ام سي كيو، حتى وحل منها هتلاقي نفسك الدنيا بتتحسن معاك جدا. تمام كده. طيب بالنسبة للجزء اللي بعد كده، معلش ركز كده مع بعض، في ايه كده كنا نسيه، تعالى نرجع كده للحاجات اللي انتوا كنتوا طالبينها. احنا كده اتكلمنا بشكل عام عن المواد، لو جينا اتكلمنا عن طلبات الناس، البوست اول حاجه كان هل طالبه البوست لكل ماده، احنا كده فعلا اتكلمنا عن كل ماده. لما تيجي تبدا تراجع بقى، لو جينا مسكنا اول حاجه الاناتومي،
اخر حاجه بتراجعها هي البيزس والامبريولوجي، بتبدا بالابر. طبعا الابر بترمي فيها الجزء بتاع الهاند، الهاند ما بيجيش ريتن خالص، بيجي ام سي كيو، انت كده كده الاسئله بتاعتك تبقى حافظها من اي سيلف اسسمنت. يبقى بترمي الجزء بتاع الهاند، بتركز على الجزء في الاخر بتاع الجوينتس وبتاع النيرف انجرز، ده مهم جدا. بتركز بقى على المسلس بتاعتك الاوريجين سيشن والكلام ده كله. بص في اسئله الامتحانات واحفظ رجاء. اخر حاجتين مذاكرهم في الاناتومي هو البيزس والامبريولوجي، تمام؟ طبعا مذاكرهم برضه مذاكره اللي هي حفظ اسئله الامتحانات. فاض وقت بنقرا من الكتاب، ما فاضش خالص بنحفظ الاسئله دي بس. وده بالنسبه ليه هلا بدوي. بالنسبه بعد كده ريم محي بتبدا تقول نظام امتحانات الترم الاول بتاع ام سي كيو بس ولا احنا قلنا طبعا امتحانين بس هما الام سي كيو، والامتحانين الباقيين بيبقوا فيهم جزء ريتن وجزء ام سي كيو. ازاي نقدر نلم المواد؟ ابتسام تسأل ازاي نقدر المواد تحدد المهم في كل مادة. احنا قلنا نحدد المهم في كل مادة ازاي، عن طريق اللي ساعدنا اكتر في الحاجات دي مذاكرة الامتحانات. الاسئلة هي دي المهمة في كل مادة، الحاجة اللي مش جاية اسئلة هي الحاجة الاقل اهمية. سندس حسين بتقول ازاي نقدر نلم المواد على امتحانات ام سي كيو، يعني مفيش وقت نلمها حاليا للترم ده بس. هو طبعا انت لازم تلمي اللي كمذاكرة ام سي كيو. طيب قبل ما نروح لحتة تانية، بصوا ازاي نقدر نلم المواد عموما. انتوا بتجيبوا بقى، احنا قلنا ازاي نتعامل مع المواد، بس في الفتره دي هتبداوا تجيبوا كده جدول دلوقتي، سمي الله وقول يا رب. واقبل كده، اقبل على المذاكره كده، احبها وخليك يعني تجيب لنفسك شوكولاته كده لما تذاكر، هي غليطه معلش. المهم هات دلوقتي ورقه وقلم وابدا اكتب الحاجات اللي عليك في المواد، الشابترز اللي عليك في كل ماده، وابدا شوف انت كل شابتر تقدر تذاكره في قد ايه. وانت بتذاكر طبعا في حاجه لازم ناخد بالنا منها، اللي هيبدا مذاكره دلوقتي اكيد اكيد مش هيجيب نفس التقدير زي اللي بادئ مذاكره من زمان، لان مش هيستوي الاثنين اكيد طبعا، صح؟ بس احنا بنبدا في مرحله اللي هو بيقولوا عليها انقاذ ما يمكن انقاذه، خلاص مرحله ما يمكن انقاذه. احنا عايزين ننقذ الدنيا دلوقتي، نعمل ايه؟ جيب جدول اكتب عليك في كل ماده وابدا بص كده معايا. والله هتبدا تقسم المواد بتاعتك. الفسيولوجي بيتذاكر في 7 أيام، أنت دلوقتي عندك من النهاردة لحد يوم 12، لحد يوم بتاع ده 12/1 أو شهر. قبل يوم 12 إحنا بنيجي لحد يوم مثلا، لو الامتحانات 12 بنيجي لحد يوم 4 أو 5، 5/1، وبنبدأ قبل من 5/1 لحد يوم الامتحان بنذاكر المادة الأولى بتاع الامتحان، ودي يعني يبقى كده مادة راحت. فإن 3 مواد، 3 مواد هنوزعها على الفترة اللي احنا فيها دلوقتي دي. طيب نوزعها ازاي بقى؟ بص مع بعض كده. طيب هنوزعها ازاي؟ نبدأ نبص مع بعض كده. أول حاجة احنا عندنا وليكن المادة الأولى اللي هتمتحنها هي البايو، هيبقى بين أناتومي وفسيولوجي وهيستولوجي. الهيستولوجي عندنا 4 شباتر، 2 و3 و4 و5. الأربعة دول هيتذاكروا في قد إيه؟ شابتر 2 ده هيتذاكر في يوم، 3 و4 في يوم، وشابتر 5 ومراجعة في يوم، أدي كده 3 أيام. على فكرة الموضوع مش صعب، لو قعدت يوم فعلا من أوله لآخره وبدأت، سبتك من الفيس، سبتك من الكلام الفاضي ده، اعمل دي أكتيفيشن للفيس أو حاول ما تفتحش خالص، اقفل الماسنجر، ما تقعدش تتكلم في التليفون كتير دلوقتي مش وقته خالص. عايز تجيب تقدير، نبدأ نبص كويس جدا جدا اللي احنا عايزينه، الهدف اللي قدامنا. والله أنا عايز أخلص المادة في 3 أيام دول. ابدأ شوف الشباب اللي أنت كنت مذاكرها كويس، او خليها اخر حاجه، تبدا بالشباب اللي انت مش مذاكرها، قول والله انا هخلص النهارده الشابتر الفلاني، تمام؟ تبدا تقسم كده الماده بتاعتك. احنا قلنا معانا لحد يوم 3 ايه 3 1 او 4 1، لحد يوم 4 1 احنا معانا دلوقتي حوالي 26 يوم. 26 يوم نبدا ندي مثلا 3 ايام للهيستولوجي، تمام؟ هتذاكرها بكل ما فيها بحيث ان تقعد 3 ايام ورا بعض هيستولوجي وبس، هيستولوجي وبس. طيب بعد كده هات مادة تانية، الفسيولوجي. الفسيولوجي هتديله أيام أكتر شوية لأن مادة أكبر شوية محتاجة فهم أكتر. الفسيولوجي هتديله 7 أيام استريح، أذاكر الأوتوميك في يومين، والبلاد في يومين أو يومين ونص، النيرف ومصل في يوم، لأن هما الاتنين زي بعض. أنت ذاكرت النيرف كأنك ذاكرت المصل بالظبط. وجزء الإنترودكشن وجزء البايو، الكارديو فاسكولار في يوم، وبعد كده خلي يوم مراجعة بقى وتحل، والحاجات اللي كانت واقعة منك في المذاكرة تلمها تاني، تلاقي 7 7 3 10. بالنسبة للأناتومي، الأناتومي عندك أبر وعندك الثوركس وعندك البيزس والإمبريولوجي، عندك الـ4 شباتر دول أو 4 برانشات. أذاكر الأبر تديله 3 أيام، الثوركس هتاخده في المفروض يوم عشان الكمية اللي عليكم مش هتبقى كتير.
الجزء بتاع البيزس تاخده في يوم والإمبريولوجي في يوم، ادي كده 3 أيام أبر ويوم سوركس يبقى 4، ويوم ويوم يبقى 6، وخلي يا عم يوم تاني زوده بحيث إن هو يعمل منك حاجة أو تحل في كتير، وخلي يوم كمان تحفظ في السيلف أسسمنت، يبقى عندك 7 أيام برضه عندك، تمام يبقى 7 7 14، عندك 3 أيام بتوع الهيستولوجي 17، باقي عندك كام من الأيام اللي إحنا كانت قدامنا؟ 26 يوم. طيب 26 يوم دول بقى منا حوالي بقى لنا أسبوع كده. الأسبوع ده حاول تبدأ إيه المواد اللي أنت كنت مذاكرها يعني بسرعة كده، تحاول تبدأ إيه تركز عليها، تاخد مثلا الفسيولوجي كان واقع مني شابتر البلاد مثلا ما كنتش مذاكره كله كويس، لا هبدأ أدوس عليه شوية، أدي يوم، ويوم تاني مثلا أناتومي الأبر لا في حاجات ما ذاكرتهاش فيه طب هاخدها، ومش عارف يوم تالت وهكذا، تلاقي الدنيا والله فتحت معاك. دايما خلي عندك أمل بربنا، أنت هتقدر، سبحان الله الإنسان ده فيه قدرة أنت لا تخيلتها، عقلك ده أنت لا تخيلت قدرته عاملة إزاي، يقول لك سبحان الله كهرباء مخك اللي بتخليك عندك طاقة للمخ بتاعتك دي تقدر تشغل مدينة ملاهي يعني أكبر مدينة ملاهي مسرعة لمدة 3 أيام تنورها كاملة، تمام؟ فأنت مخك فيه قدرة أنت عمرك ما هتتخيلها، خليك واثق في نفسك وفي قدرتك، ما تقولش مش هقدر، إن شاء الله هقدر بقدرة استعانة ربنا. طيب ده بالنسبة لي هندمت ألم المواد إزاي. في إيه تاني كان الناس عايزاه؟ طيب كانت ندى مجد بتسأل تقول إيه الأجزاء اللي جاية من كل مادة في نص السنة؟ إحنا قلناها طبعا، كل اللي فوق ده ما تفتحوش ما عدا الهيستو، في أجزاء منه قريبة بس، إحنا قلنا نبدأ نلم المواد الكلام ده كله إزاي، واتكلمنا عن الكلام ده كله. ياريت بقى الناس تبدأ من دلوقتي، ما تفضلش تأجل. أنا عايز أقول لكم إن والله الناس اللي هتبدأ دلوقتي فعلا ومش هتكسل، والله إن شاء الله هتلحق بقدرة ربنا استعانتها. حاول يا جماعة تبدأ حط لنفسك كده هدف عشان تقدر تكمل عليه لحد ما توصل الامتحانات. الفترة دي إحنا بالنسبة لنا طبعا امتحانات الكلية دي بتبقى عاملة رعب للطالب ومبوظة نفسيته، بس أنا عايز أقول لك حاجة، إحنا نظام كليتنا أحسن نظام الكليات كلها بالنسبة لتوزيع الدرجات. إحنا عندنا السنة كلها ب 800 درجة، 800 لو جيت تبص عليهم هتلاقي متقسمة الترم الأول 120 والترم التاني 680 درجة، فأنت بتبدأ تتكلم عن إن في الترم الأول متحكم 17%، في ناس تسقط الترم الأول وتسقط الترم التاني، بس مش معنى كده إنك تسيب الدنيا كده وتبوظ، لأ. ولا كده عشان خاطر ما تبقاش تيأس، تلاقي نفسك لا يا عم مش هلحق والكلام ده كله، تبدأ تحبط وما تذاكرش، لا خالص. انت عندك الترم الاول حاول تجمع منه درجات كتير عشان خاطر تبدأ ترفع تقديرك جدا في الترم التاني، وتحاول ان شاء الله تبدأ ترتب الدفعة خلاص، او على الاقل يا عم تجيب امتياز لو انت مش حاطط الترتيب ولا حاجة. حافظوا على الدرجات يا جماعة، درجات اهم حاجة بتاع الترم الاول والترم التاني، الفاينل والميدي ماشي والميدي يير دول مهمين جدا. امتحانات المحاضرات والسكاشن والكلام ده كله مش الحاجات اللي تخوفني خالص، انت بتتكلم ان في ماده عندك زي الفسيولوجي 250 درجه، لما انقص منها درجتين في امتحان المحاضره ولا نص درجه مش الحاجه اللي تخليني اكتئب. نركز على الحاجات المهمه في حياتنا، ما تخليش الكليه تضيع حياتك تخليك مكتئب دايما، لا خالص بالعكس، خلي الكليه بتاعتك من، انا عارف ان هي حاجه صعبه جدا في الدراسه والكلام ده كله، بس ربنا ميزك عن غيرك ان اختارك انت في المكان ده، عمالين نسب ونلعن فيه بس والله احسن من غيره كتير، لو بصيت لميزه هتلاقيها كتيره قوي، بس نحاول ناخد بالاسباب، نحاول نبدا من دلوقتي، ما نقولش بكره بكره خلاص مفيش بكره دلوقتي، تبدا من النهارده ان شاء الله. بعد ما تسمع الفيديو ابدا اعمل كده المذاكره دلوقتي، لو عايز استشاره اي حاجه ابعته على الاكونت، احنا معاكم على طول ان شاء الله.